بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 136. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع، والإجاب والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: وأركانه، أي أركان النكاح، يعني أركان العقد، أركان عقد النكاح التي ينبني عليها ولا يصح إلا بها. والركن هو الجانب الأقوى للشيء، فأركان النكاح الجوانب القوية التي يقوم عليها. وذكر المؤلف رحمه الله هذه الأركان في شيئين: الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع، والمراد بالموانع هنا المحرمات في النكاح، فيشترط أن يكون كل من الزوجين خاليا من موانع النكاح، وهي محرماته. مثال ذلك العقد على المحرمة، هذا من موانع النكاح، الإحرام من موانع النكاح، فلا يعقد على المرأة وهي محرمة، ولا يعقد للزوج على امرأة وهو محرم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره وهو محرم. وكذلك من موانع النكاح العدة، فلا يجوز العقد على امرأة معتدة، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومن موانع النكاح أن يكون أحد الزوجين محرما على الآخر بنسب أو بسبب، وذلك هو المذكور في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، أي المزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذه موانع من موانع النكاح، لا بد من التأكد من خلو الزوجين منها
قبل العقد، هذا الركن الأول. الركن الثاني الإيجاب والقبول. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله. نعم، حسن الله إليكم. قال: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها. نعم، الإيجاب والقبول له صيغة، لهما صيغة. في صيغة الإيجاب أن يقول زوجتك أو أنكحتك، وصيغة القبول أن يقول قبلت هذا النكاح ورضيت به ونحو ذلك. ذلك لقوله سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهذا لفظ إيجاب صدر من الله سبحانه وتعالى على زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوجها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. والنكاح، لفظ النكاح أنكحتك، هذا ورد في الحديث: أنكحتكها بما معك من القرآن، زوجتكها، ملكتكها، روايات بما معك من القرآن، بهذين اللفظين زوجت أو أنكحت. ويقول الزوج أو وكيله قبلت هذا النكاح بلفظ قبلت أو رضيت بهذا النكاح. وعند شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين أنه لا يتعين لفظ خاص للقبول وللإيجاب والقبول، بل كل ما دل على معنى الإيجاب صح به، وكل ما دل على القبول صح به بأي لفظ كان. وهذا له وجهه. قال: ولا يصح ممن يحسن العربية إلا بها، فلا يتلفظ بالإيجاب بلغة غير العربية إذا كان يحسن العربية، وكذلك القبول لا يصدر بغير اللفظ العربي لمن يحسنها. وأما من لا يحسن العربية فإنه يصح منه الإيجاب والقبول بأي لغة يحسنها. وهذا أيضا أنه يتعين أن يكون باللفظ العربي، هذا فيه نظر. والصحيح أنه يصح بأي لغة تؤدي المعنى، ولو كان يحسن العربية، فإذا صدر الإيجاب بغير العربية أو القبول بغير العربية صح، ولو كان ذلك ممن يحسن العربية، لأن المعنى هو المقصود. وأما قوالب الألفاظ فليست مقصودة إلا بدليل، إذا دل دليل على تعيين اللفظ يصار إليه، أما إذا لم يدل دليل فإن الأمر واسع. نعم، حسن الله إليكم، الحمد لله. قال: أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، هذا اللفظ القبول، تزوجتها، تزوجت، أو قبلت، أو رضيت. نعم. قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. من جهل اللغة العربية، هذا بناء على ما سبق أنه لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية، لكن يقول من جهل العربية فإنه لا يلزمه أن يتعلم لفظ الإيجاب والقبول، بل يصح بلغته الخاصة. نعم. فإن تقدم القبول لم يصح. اشترط في صحة القبول ثلاثة شروط:
الشرط الأول أن يكون بعد الإيجاب، لأنه مرتب عليه. نعم. فلو تقدم على الإيجاب لم يصح، لأنه جاء في غير موضع محله وموضعه. الشرط الثاني أن لا يكون بينه وبين القبول فاصل غير ضروري، كأن يتكلم بكلام خارج عن الموضوع، ببيع أو شراء أو غير ذلك، أو ذكر خبر ثم بعد ذلك يقول قبلت، لانقطاع القبول عن الإيجاب. أما إذا كان الفاصل ضروريا كالسعال والعطاس والشيء الذي لا بد منه، فإن هذا لا يضر. الشرط الثالث أن يكون القبول في المجلس، فإن كان القبول بعد القيام من المجلس فإنه لا يصح لتأخره وانقطاعه عن الإيجاب. نعم. قال وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. نعم، هذه الشروط الثلاثة تستخلص من هذا الكلام، أن يكون القبول بعد الإيجاب، أن يكون في المجلس الذي صدر فيه الإيجاب، أن لا ينفصل عن الإيجاب بفاصل أجنبي من بيع أو شراء أو كلام في أمور أخرى خارجة عن موضوع النكاح. نعم. وإن تفرق قبله بطل. إن تفرق، هذا الشرط الثالث، إن تفرق من المجلس قبل القبول بطل العقد لانفصال القبول عن الإيجاب. نعم. قال رحمه الله فصل وله شروط. نعم، لما فرغ من أركان النكاح، أي أركان عقد النكاح التي ينبني عليها ولا يصح إلا بها، انتقل إلى ذكر الشروط، شروط صحة العقد، شروط صحة عقد النكاح. والشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا تعريفه عند الأصوليين. وشروط صحة عقد النكاح هي الأمور التي ينبني عليها العقد وبدونها لا يصح. نعم. قال أحدها تعيين الزوجين. أحد الشروط، هي أربعة شروط، أحدها تعيين الزوجين بأن يقول زوجتك أو زوجت محمدا بنتي فاطمة، زوجت محمدا بنتي فاطمة، ها الزوجان الآن تعينا. أما لو قال زوجت ابنك، وهو له عدة أبناء، زوجت ابنك أو زوجت أخاك وله عدة إخوة، ابنتي وله عدة بنات، فإن هذا العقد لا يصح، لأنه لم يعين الزوج ولا الزوجة. نعم. قال أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به، أو، نعم، أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح. نعم، تتعين الزوجة بهذه الأمور، إذا أشار إليها وهي حاضرة في المجلس فقال زوجتك ابنتي هذه، فهذا تعيين يصح. أو سماها بأن قال زوجتك بنتي فاطمة، بنتي
مريم أو ما أشبه ذلك صح، لأن هذا تعيين، لأن الاسم موضوع لها لا لغيرها. أو وصفها بما تتميز به، كأن يقول زوجتك ابنتي الكبرى، عنده بنات كبار وصغار، قال زوجتك الكبرى أو زوجتك الصغرى أو زوجتك المتوسطة من بناتي، فهذا وصف تتميز به عن غيرها ويحصل به التعيين. نعم. أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، وكذلك إذا كان ماله إلا بنت واحدة وقال زوجتك ابنتي صح هذا، ولو لم تكن حاضرة في المجلس ولو لم يشر إليها يكفي قوله ابنتي لأنه ليس له غيرها فتتعين بالعقد. نعم. فصل الثاني رضاهما. الشرط الثاني من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، فلا يصح من مكره، لا يصح من مكره، إذا أكرهت المرأة أو أكره الزوج لم يصح العقد، لأن المكره ليس له إرادة وليس له قصد. نعم. إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير، إلا يعني يخرج أو يصح العقد مع عدم الرضا فيما إذا كان المعقود عليه لا يتأتى منه الرضا، لا يتأتى منه الرضا أو الرفض لكونه مجنونا ليس له إرادة ولا قصد ولا يعرف شيئا، فلوليه أن يزوجه إذا كان مجنونا أو مجنونة، لوليه أو وليها أن يزوجه لأن هذا لمصلحته، وهو لا يملك الرضا أو الامتناع، ومن مصلحته أن يزوج، فهذا خير له. هذا واحد. نعم. والصغير. ثانيا الصغير من الزوج أو الزوجة الذي هو دون البلوغ، الذي هو دون البلوغ، ولي الزوج الصغير أن يزوجه لأنه لا يحسن الرضا أو عدمه لكونه صغيرا. وكذلك والبكرة ولو، وكذلك الصغيرة التي هي دون البلوغ لأبيها خاصة أو وصيه أن يزوجها، ولا يشترط رضاها لأنها لا يتأتى منها الرضا ولا تعرف مصالحها، لا تعرف مصالحها. وكذلك الصغير الذكر لا يعرف مصالحه، فلكل من ولي الصغير والصغيرة أن يزوجه لأن هذا لمصلحته وهو لا يعرف مصلحته، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال والبكر ولو مكلفة. وكذلك البكر، لا البكر على قسمين، بكر غير مكلفة بالمجنونة مثلا، وهذا سبق أنه يزوجها وليها لأنها لا تعرف مصالحها يزوجها. أما البكر العاقلة البالغة، البكر العاقلة البالغة، فهذه على المذهب لوليها أن يزوجها الذي هو الأب لأبيها خاصة أو وصيه أن يزوجها ويجبرها لأنها لا تعرف مصالحها، فلوليها أن يجبرها ولو لم ترضى. والصحيح أنه لا بد من رضاها، صحيح أنه لا بد من رضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب تستأمر، فالصحيح أن البكر البالغة العاقلة لا يملك أحد إجبارها، ولأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فذكرت له أن أباها زوجها من ابن أخيه وهي لا تريده، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فافسخ النكاح. فقالت: قد أمضيت ما أمضاه أبي، ولكن أريد أن تعرف النساء أن الأولياء ليس لهم سلطان على النساء، أو كما ورد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لا الثيب. أما الثيب فإنها لا تجبر، هذا بالإجماع، الثيب لا تجبر، إذا كانت عاقلة فإنها لا تجبر على النكاح، بل لا بد أن تستأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها، ولا الثيب حتى تستأمر. وفي حديث أن الثيب أملك بنفسها. نعم. قال: للثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه. نعم، وعبده. أعيد العبارة. يقول: الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة للثيب. للثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، يعني من ذكر من الأصناف الأولى. نعم، من المجنون والصغير من الجنسين، الصغير الذي لم يبلغ. نعم. المجنون والصغير الذي لم يبلغ والبكر ولو بالغه على المذهب يزوجهم أبوهم أو وصيه بغير إذنهم، لكن الصحيح أن البكر البالغة العاقلة لا يجبرها أبوها، وإنما لا بد من اختيارها هي. نعم. قال: كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. كما أن السيد يزوج إماءه، يعني مملوكاته، لأنه ولي لهن، فيزوجها يزوجها سيدها لأن له الولاية عليها. نعم. قال: كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. هذا مع الإماء يجبرها، يجبر الأمة ولو لم تختر. وأما المملوك الذكر فهذا إن كان صغيرا فإنه يزوجه بغير رضاه، لأنه لا يعرف مصالحه كما سبق، وإن كان كبيرا فلا بد من رضاه وإذنه، لأنه مكلف يعرف مصالحه. نعم. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة. نعم. قال: إلا بإذنهما. نعم، هذا تزويج الصغير والصغيرة التي دون البلوغ دون أخذ إذنهما هذا خاص بالأب أو وصيه، أما بقية الأولياء من الأبناء والإخوة والأعمام وبني الأعمام إلى آخره كما يأتي، فهؤلاء لا يزوجون أحدا إلا بإذنه، صغيرا كان أو كبيرا. نعم. قال: ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما. نعم. وهو صمات، ثنى الضمير يعني لأجل الذكر والأنثى، الزوج والزوجة. نعم نعم. وهو صمات البكر ونطق الثيب. الإذن ما هو؟ صمات البكر إذا سكتت فإن صماتها هو الإذن، لأنها تستحي ولا تقدر أن تقول نعم أو قبلت أو لا بأس بذلك، لأنها تستحي، فإذا صمتت هذا دليل على رضاها، لأنها لو كانت ممانعة لتكلمت وأبت. نعم. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذنها صماتها. وأما الثيب فإذنها التصريح بالقبول. نعم. نعم. قال: إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب. ونطق الثيب، أما الثيب إذا سكتت فإنها ليس هذا إذنا منها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع.
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي مهندس الصوت مشعل الدهيشي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.